طيب لو اتكلمنا عن هنا فكرة ان انا دلوقتي قدامي يعني طفل صغير من سن مثلا نتكلم 10 سنين، وانا ببتدي ان انا اهيئ هذا الطفل ان هو يبقى شخص سليم صحيا وجسديا ونفسيا لسن مثلا 80 سنة، معلش هنروح زي روشيتا او بريسكريبشن كده، تنصحي بايه هذا الشخص اللي هو صغير في السن ان هو يمارس ايه في حياته من عادات ولايف ستايل وغيره لغاية لما انا اوصل، لان احنا زي ما بنقول الصحة متراكمة، يعني سلوكك سيء هتكمل معاك صحة سيئة جدا، سلوكك من البداية كويس هتلاقي حياتك ماشية بشكل افضل. ف ناخد السن الصغير حتى للأمهات اللي بتسمعنا ازاي ممكن تخلي بالها من ولادها تبني صحة سليمة على المدى الطويل. بوينت مهمة قوي قوي، لان اي حد لما بيكبر عنده مشكلة في معدل الايض والتمثيل الغذائي يقول لك انت كنت وانت صغير بتعمل ايه. ايوه نرجع للباك جراوند. نرجع للباك جراوند. مهمة قوي في السن ده الام ليها عامل كبير قوي، ان هي يعني طول الوقت ياكل الاكل اللي هي بتعمله، مفيش حاجة اسمها جانك فود طول الوقت، مفيش حاجة اسمها تشوكليتس 24 ساعة طول الوقت، كل الحاجات دي على اللونج تيرم بتأثر جدا. مهم انه يلعب رياضة. على طول بقول لأي أم عندك بنت عندك ولد عندهم طاقة، ايوه الطاقة لازم تطلع، فلعبيهم رياضة معينة، سباحة، خيل، كورة، تنس، سكواش، عندك لعبات كتير، ما تخليش الطفل في الوقت ده قاعد في البيت، عنده مذاكرته، عنده اكله الصحي اللي انت بتعمليه، عنده نزوله معاكي، وعنده الرياضة بتاعته، ده مهم عشان لازم اليوم كله يبقى وراه حاجات، ما تخليهوش في السن ده قاعد مش وراه حاجة، ويبعدوا عن الحاجات اللي بتتلعب دي يا نهواند الايباد والجيمز والحاجات دي، نبعد عن الايباد، لان ده والله بجد ممكن يعني بتحس ان الطفل عنده توحد، ما بقاش ما عندوش اصلا سيلف ما عندوش كوميونيكيشنز مع الناس طول الوقت قاعد عامل كده، لا ده كمان يقف خالص المفروض. طبعا قلب مالتي فيت هيبقى مناسب لو بعد السن ده شويه، من سن 14 سنه برضو اقدر اقول لها لما يوصل 13 14 مع الاكل تدعم له بقلب مالتي فيت. هايل جدا. طيب لما يجي برضو نتكلم عن مكمل غذائي وتحديدا هنا قلب مالتي فيت، الثقافه عندنا برضو الناس تقول لك ايه، انا ما باخدش حاجه طالما انا ماشي كويس، حتى المكملات الغذائيه لسه الثقافه عند الناس اللي هي مش محتاجينها، فازاي نرد على الناس دي اللي بتتكلم او فاهمه ان المكمل الغذائي شيء ما رفاهيه مالوش لازمه، لا اقول لهم ايه؟ لا اقول لهم الكلام ده خاطئ جدا، احنا يوميا محتاجين فيتامينات ومعادن، ممكن احنا ما بنحسش باعراض نقص فيتامينات ومعادن، لكن لما بنيجي نعمل تحليل الفيتامينز نسبه الفيتامينز في الدم هيجي لنا شك، يعني انت عندك مثلا اكثر من 70% من ستات مصر عندها نقص فيتامين د، فيتامين د مهم جدا للمناعه، مهم للطاقه، مهم للشعر، مهم للبشره، مهم لحاجات، مهم جدا، عندك كتير جدا مننا عندهم نقص في فيتامين بي، فيتامين بي يعني بقول هو الداعم للتمثيل الغذائي، الداعم لسرعه الايض، الداعم للنشاط وعدم الخمول. أيوة. فطبعا لا لازم اقول ان لكل ست وكل راجل على فكره مش بس الستات، يوميا احنا محتاجين فيتامينات ومعادن عشان اعرف ادعم طاقتي. يمكن بتلاقي شباب دلوقتي بيصحوا الساعه يعني اول ما بيصحوا بيفطروا ايه، انا هدخل انام تاني، معقوله ما بيبقاش عنده الطاقه طول الوقت. صح. بياكل لكن ما عندوش الفيتامينات اللي بتحول الاكل ده لطاقه. فلازم طبعا لازم اوعي كل الناس اللي بتتفرج علينا اهم قد ايه الفيتامينات والمعادن مهمه. يمكن كان في دكتور عالم كيميائي واخد جائزه نوبل لونس باولينج عمل دراسات على الفيتامينات والمعادن، فالريسيرش بتاعه ان لو اي بني ادم توصل للمعدن الناقص هيقي نفسه من مشاكل صحيه كتيره جدا، ده كان البحث بتاعه. دي بالتحليل بقى نعرفها ولا نعرفها ازاي؟ في تحاليل طبعا، تحليل كالسيوم، تحليل فيتامين د، تحليل فيتامين بي، تحليل كله موجود، يمكن المغنيسيوم بس اللي بيبقى فيه ملوش في الدم، لان المغنيسيوم بيبقى طول الوقت في العضلات، لكن كل الفيتامينات موجوده، ويا ريت نعمل تحاليل ونعرف ايه المعدن وايه الفيتامين اللي ناقص عندي.